حكم استعمال المقبرة لصالح الدولة بعد إخراج الموتى. المقبرة قديمة، يمكن فيها ناس صلحاء وأولياء وعلماء ربانيون. أولا لا ينبغي ذلك إلا للضرورة القصوى، لمصلحة الموتى إذا كانت قبورهم في منطقة تتعرض تمتهن أو توطأ وتبتزل فتنقى إلى محل مصون بعيد عن استهانة، أو لمصلحة الأحياء كتوسعة لا بد منها لطريق لا بديل من ذلك ولا غنى عنه. لقد نمش في عهد معاوية بعض قبور أهل أحد لمصالح رآها رضي الله عنه، وقد نمش جابر قبر أبيه أخرجه من قبره وضعه في محل آخر لما خاف عليه السيل أن يجره السيل، وفي رواية أنه دفن معه شخص آخر فأخرجه وجعله في قبر مفرد. فلا يكون هذا إلا عند الضرورة القصوى، وإذا أمكن الاستغناء عن النبش وصرف الطريق هذا إلى مسار آخر فهذا الذي يجب، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، وينقل العظام والرفات إما إلى مكان آخر في نفس المقبرة أو إلى مقبرة أخرى، وينبغي أن يكون هذا تحت أقصى درجات التحفظ والضرورة. بارك الله فيك.